تم إغلاق كل المحلات التجارية والاكتفاء بخدمة التوصيل من مساء هذا اليوم الخميس إلى يوم الخميس الموافق 9 أبريل القادم. وطبعاً يستثنى من ذلك محلات الهايبر ماركت والبقالات والبرادات والمخابز والصيدليات وفروع البنوك والمصارف والخدمات والمحلات ذات الضرورة المعيشية التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وننوه بأن كافة المطاعم سيستمر نشاطها فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل المنزلي. وستعاود جميع هذه المحلات التجارية فتح أبوابها إن شاء الله مجدداً من 9 أبريل إلى 23 أبريل القادم.